أكيد لإثارة الصمير حتى ركلات الجزاء الترجيحية، جعوان الذي يحفز اللاعبين كيفما كانت النتيجة. نصفق لبركان قبل الوداد، ولو أن البعض يرشح الوداد ولكن بركان هي الأخرى، قدمت مباراة تشفع لها بأن تتأهل للمباراة النهائية. ولكن هذه كرة القدم، لابد من رابح لابد من خاسر. سنبارك للمتأهل ونتمنى حد أوفر للفريق الخاسر. المهم أن تسود الروح الرياضية اللاعبين كذلك الجماهير، ونعتقد بأن الأمور بخير والعلاقة جيدة وروح رياضية عالية حتى في المدرجات بين جمهور بركان وجمهور على الوداد الرياضي. إذن سيد الدوري المغربي في مواجهة أسياد الشرق في هذه اللحظات، وجه لوجه في ركلات الجزاء في الفصل الأخير، وهنا توجيهات من رضوان جيد، محاولة التذكير بالقوانين الخاصة وطريقة الوقوف، لا بالنسبة للحارس التقنوتي ولا بالنسبة لعبد العالي المحمدي. إذن من سيسدد أول؟ الوداد هو الذي سيسدد. نعم الوداد هو من سيبدأ أولا. إذن يتقدم اللاعب أمين التغزاوي لتنفيذ ركلة الجزاء الترجيحية الأولى، وجه لوجه مع الحارس منير أو عبد العالي المحمدي أمامنا على الصورة. لحظات صعبة جدا، لحظات فاصلة من أجل كسب ريان نهائي كأس العرش 2018. إذن التغزوي وجه لوجه مع المحمدي. أمين التغزاوي يتقدم في هذه اللحظات، التغزاوي يضيع، يضيع أمين التغزاوي. هنا الكرة على مرمى عبد العالي المحمدي. إذن أول ركلة جزاء ضايعة لفريق الوداد الرياضي في هذه اللحظات، بحث عن سقف المرمى نيت المطاف الكرة، هنا تخطئ المرمى وبالتالي أمام فريق النادي البركاني فرصة للتقدم في هذه اللحظات. عمر النمساوي هو من يتقدم للتنفيذ أمام أحمد رضا التقنوتي. ننتظر عمر النمساوي في هذه اللحظات، أول لاعب بركاني سينفذ ركلة الجزاء. وجه لوجه مع التقنوتي، حكام يعطي إشارة التنفيذ، يتقدم النمساوي سجل. نعم 1-0 للفريق البركاني. مشاهدينا الكرام، التغزاوي يضيع وعمر النمساوي يسجل، إذن 1-0. هذه الإعادة، الحارس في جهة والكرة في الجهة المقابلة، سدد في المكان الصحيح بتركيز عالي جدا. يعني في الوالة الأولى اللاعب عمر النمساوي أعطانا انطباع بأنه سيسدد بقوة، لكن في نهاية الأمر يمكن تحرك قبل التسديد من تقنوتي خلى القرار صح لعمر النمساوي. أيمن حسوني ثاني لاعبين الوداديين من سيسدد. إذن أيمن حسوني يصعد للتنفيذ، حسوني يسجل، حسوني يسجل. نعم في هذه اللحظات هذه الإعادة مرة أخرى بكل هدوء حسوني، ولكن شوف المحمدي كأنه تحرك قبل ذلك. تالف الحسوني بكل هدوء يضع في المرمى. إذن 1-1 مع أفضلية لفريق البركاني، على اعتبار أن التغزوي ضيع ركلة الجزاء. يتقدم اللاعب حمدي العشير في هذه الأثناء، هو حمدي العشير اللي دخل كبديل في الشوط الثاني، هل يتمكن من تسجيل ثاني الأهداف للفريق البركاني أم ستكون ردة فعل التقنوتي؟ العشير يتقدم، كان محظوظ العشير، كان محظوظ العشير، الكرة تنتظم بالقائم قبل أن تدخل. إذن 2-1، 2-1. الآن ركلة الجزاء الثالثة لفريق الوداد الرياضي، من يتقدم للتنفيذ؟ شوف الإعادة مجددا، تقنوتي مشى للمكان الصح ولكن هنا في القائم قبل أن تستقر في المرمى. 2-1 على من الدور الآن.
إذا محمد أوناجم يصعد الركلة الجزاء الثالثة أمام المحمدي. أوناجم يطلق الإشارة من رضوان جيد. إذا أوناجم يتقدم يسدد يسجل محمد أوناجم يبقى الأمل. الآن ركلة الجزاء الثالثة لفريق النهضة البركانية. من سيسدد الثالثة للبركنة مع تذكير بركلة جزاء ضايعة عن طريق تيغزاوي. لابا كوجو يصعد الآن. لابا اللي ضيع كرات سهلة في المباراة كان ممكن يحسم النتيجة للفريق البركاني. الآن عنده الركلة الثالثة للبركنة. يجد نفسه أمام أحمد رضا. التكنوبتي لا يبتعد عن الكرة. أوه فيها مغامرة. أنا أعتبر هذا استهتار من لاباكوجو. في التعامل مع الكرة الماضية. يعني ثقة زايدة في بعض الأحيان تضيع عليك الفرصة. لاباكوجو اللي يضيع كرات في المباراة هو يضيع ركلة جزاء وبالتالي الأمور متعادلة. 2-2. يتنفس الصعداء جمهور الوداد الرياضي وبالتالي الحظوظ تبقى متساوية بين الطرفين. ضيع التيغزاوي ضيع لاباكوجو. الآن بديع لاوك في الركلة الرابعة لفريق الوداد الرياضي. بديع لاوك يطلق الإشارة يتقدم يسدد يسجل 3-2. الآن الوداد يعود من بعيد. الوداد الرياضي يتقدم لأول مرة في ركلات الجزاء الترجيحية ويعطي الأمل للأنصار للعبور إلى الموعد النهائي. هذه الإعادة مجددا لمحمدي في جهة والكرة في الجهة على مقابلة. الركلة الرابعة الآن للفريق البركاني. فرحان البديل كذلك يتقدم لتنفيذ الركلة الركلية. مقدم نعم مقدم على ما يبدو. إذا قدم الحكيم يعطي الإشارة لتنفيذ الركلة. يسجل نعم 3-3 في الركلة الرابعة. 3-3 بين الطرفين والأمور لم تحسن بعد. الآن الركلة الخامسة وما أصعبها. إذا مقدم يسجل وقدرين يصعد لي الركلة الخامسة. هنا اللي ضيع مشى فيها. اللي ضيع ضاع. اللي ضيع انتهت أموره. ركلة بركلة. الخامسة الفاصلة. وقدرين يصعد لتنفيذ ركلة الجزاء باليسرى. إذا الحكم يعطي الإشارة. بدر يتقدم. بدر يسدد يضع في المرمى. نعم 4-3. كان الله في عون اللاعب الذي سيسدد الآن. أنا أتحدث عن اللاعب البركاني لأنه إذا ضاعت انتهى كل شيء. كان الله في عون اللاعب البركاني. ستكون عليه ضغوطات كبيرة الآن لأنه في حال ضياعه انتهى كل شيء. إذا سنتابع ركلة الجزاء الخامسة. هل يكون التعادل أم يحسب التأهل لفريق الوداد؟ يتقدم يوسف أوضايو الآن لتنفيذ ركلة الجزاء في هذه اللحظات. إذن يوسف أوضايو حكيم يعطي الإشارة. دايو يتقدم في الركلة الخامسة. دايو يتردد. دايو يتقدم. دايو يسدد يسجل. نعم يسجل 4-4 الآن. 4-4 ليتواصل هذا السيناريو. تتواصل المباراة. نعم لا شيء. حسم الركلة السادسة. الآن من يتقدم؟ اللاعب محمد النهيري الآن. نعم محمد النهيري يسعد لتنفيذ الركلة السادسة.
نشاهد حتى مباراة ماراثونية في ركلات الجزاء. إذن النايري يطلق الإشارة. محمد النايري يتقدم. النايري يسدد يسجل. أوه كاد يتصدى، كاد يتصدى لعبد العالي المحمدي. أوه المحمدي كاد يفعلها، أوه المحمدي كاد يفعلها ويتصدى لهذه الكرة. كان قريب من التصدي ولكن النايري يقول أنا موجود. النايري يترك بصمته كذلك ويضع في المرمى. يتقدم الوداد من جديد، والركلة السادسة لفريق النهضة البركانية. فعلا اللاعب اللي سدد ثانيا، فريق اللي سدد ثانيا النهضة البركانية. الآن الأمور ستكون صعبة، الضغط يكون كبير، الضغط يكون كبير. إذن ويدار يسعى للسادسة. ويدار ضغط كبير عليك يا ويدار. ويدار يتقدم، ويدار يسجل، يسجل ويدار ويبقي الأمور متعادلة حتى الآن. يعني لقطة تحرك ويدار تركت قلق كبير لدى أوساط فريق النهضة البركاني. يشوف الإعادة، حطها بشكل جميل، حطها بشكل رائع اللاعب ويدار في المكان الصعب والمستحيل على حارس المرمى رضا التاكناوتي. حقيقة ولا حارس قام بتصدي، يعني حتى في ركلات الجزاء الضائعة فالكرة كانت خارجة الإطار. هذا هو جعواني، الدعوات يضع يده على قلبه، يعني حقه يكون في النهائي، حق الجعواني. اشتغل كثيرا الجعواني، يريد أن يكون في النهائي. أمور صعبة ولكن لا شيء مستحيل. إذن الشيخ كومارا يسعى لتنفيذ ركلة الجزاء في هذه اللحظات. إذن الشيخ كومارا الإيفواري يتقدم، يسدد، ضيع، يفسح المجال الي بركان وربما للعبور. الشيخ كومارا يضيع ركلة الجزاء أمام هنا حالة اليأس والوجوه فعلا البائسة بعد تضيع هذا ركلة الجزاء من طرف اللاعب الشيخ كومارا. لمسة القائم. إذن فرصة الآن تاريخية لفريق النهضة البركانية من أجل العبور للمباراة الثانية. يشوف الإعادة. هنا كان في لحظة تردد بادي على الشيخ كومارا حتى في طريقة التحرك، كان واضح تماما بأنه مرتبك لأنه الضغط كان كبير على الشيخ كومارا رغم أنه سجل. إنما دعوات منير الجعواني فعلا متأثر، واضح بأنه متأثر وينتظر هذه اللحظة التاريخية في مسار فريق النهضة البركاني. هل يعبر للقاء النهائي؟ الإجابة نعم عند محمد عزيز الآن. الإجابة قد تكون عند محمد عزيز العميد. يسعى لتنفيذ ركلة الجزاء، يتقدم عزيز. فعلا انتهت الامور. النهضة البركانية يعبر للمباراة النهائية بعد لقاء ماراثوني امتد حتى ركلات الجزاء الترجيحية، الركلات التي كانت الفيصل في تأهل السيادة الشرق، في تأهل السيادة الشرق. نعم تأهل مستحق لفريق النهضة البركانية بعد مباراة بطولية وشجاعة. نبارك لمنير الجعواني. شوف الفرحة الهستيرية لمنير الجعواني، فعلا يحمد الله.